يدا بيد ولإيصالهم إلى بر الأمان وتحت عنوان مع اللاجئين. أقامت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين معرضاً في حديقة العروبة باللاذقية إحياءً ليوم اللاجئ العالمي، والذي تحتفل به دول العالم في 20 حزيران من كل عام، وذلك بعرض أنشطة متنوعة لتسليط الضوء على هذه الفئة واحتياجاتها. حبينا أنه من خلال هذا اليوم أنه نبين للعالم كلياته أنه سوريا رغم المصاعب اللي عم تمر فيها، رغم الأزمة اللي عم تمر فيها، ما زال بيت الكرم موجود بسوريا باستقبال اللاجئين واحتضانها لإلهم، إن كانوا من البلاد العربية المجاورة، من العراق أو حتى من لبنان أو من اليمن. موجود عندنا كثير من الناس اللاجئين الموجودين عندنا، نستقبلهم ونحتفل فيهم ونحتفل بمنتوجاتهم. هذا معرض هون ببين شو العمل اللي عم يقوموا فيه، المنتوجات اللي عم يقوموا فيها. سوريا احتفال بيوم اللاجئ العالمي له نكهة خاصة. سوريا رغم الأزمة، رغم كل ما تمر به، لا زالت تستقبل اللاجئين ولا زالت تستقبل وافدين برأس صدر رحب، كأنما أهل وعائلة واحدة. هذا اليوم جدا مهم لأن يقدم رسالة إلى العالم أن سوريا لا زالت، يعني الكرم اللي نعرف عن سوريا لا زال موجود. يقدم رسالة أنه سوريا بحاجة، لا زالت كما أنه بحاجة إلى دعم، تقدم دعم إلى ناس من جنسيات أخرى. وجدوا في سوريا بيتهم، وجدوا في سوريا حضن دافئ، لجوا إليها من الدمار والحروب اللي لقوها في بلدها. نحن بمركز العروبة صار دورنا تشاركي، ببداياتنا كنا مستقبلين كموقع فقط، أما اليوم نحن متشاركين يعني مع المفوضية. قصدونا قبل أسبوع 10 أيام وتم الاتفاق على المكان، بعدين بحكم هن بطرطوس ونحن باللاذقية، ونحن يمكن أعلم منهم بموضوع أنه شو في الشيء المهم اللي نحن بنقدر نرفض المعرض فيه من خلال بالإضافة لشركائهم. يعني المعرض بازاراً لمنتجات المهجرين السوريين الذين استفادوا من دورات المفوضية التي أقامتها مع شركائها في سوريا للنهوض بهذه الفئة وتمكينها اقتصادياً لتطلق مشاريعها الخاصة وتؤمن دخلاً لإعالة أسرها. هدف المعرض بتجلى بفكرة أنه نعرف الناس من هو اللاجئ، الفرق بين اللاجئ والنازح. كتير في يعني معلومة مغلوطة عند الناس انه اللاجئ والنازح وافد، شو الفرق بيناتهم؟ بالمعرض قدرنا عم نقدم شيء يقدر يعرف انه اللاجئ هو الشخص اللي اجا من برا سوريا او من برا قطر وانتقل لقطر اخر وعمل لجوء يعني ليعيش. اما النازح فهو شخص ما طلع برات القطر، انتقل من محافظه لمحافظه وعم تقدم له الحكومه السوريه جميع انواع المساعده، والمفوضيه اللاجئين حبت تاخذ دور وتقدم كمان مساعده للنازحين داخليا. نحن تمكين اقتصادي، يعني اي منعنا باي شيء له علاقه بالصناعات اليدويه. عندنا تدريبات مثل منظفات وعطور، صوف، كروشيه، سجاد يدوي، اكسسوارات، شمع، صناعات غذائيه هي بتخص المراه الريفيه شوي. عندنا تجميل وريع، بيعهم لهالغراض للمستفيدين اللي هن صنعوه. طيب شو الرساله اللي حابين توجهوها من خلال هذا العمل؟ عم نرجع نشجع شوي العالم على الصناعات اليدويه بسبب غلاء السوق، فبضل الشغل بالبيت هو ارخص، ومنه بتستفاد المرأة اللي قاعدة ببيتها اللي هي ممكن يكون ما عندها معيل، فهي بتشتغل بالبيت وممكن تبيع للطعمي ولادها. معرض أوصل رسالة لكل العالم مفادها أن سوريا ما زالت بلاد الضيافة والكرم وملجأ لكل ملهوف رغم الظروف الصعبة.